لتشجيع الابتكار والإبداع وغرس ثقافة المقاولة وإنشاء المؤسسات الناشئة لدى الشباب. هذا الصالون فضاء وفرصة هامة للالتقاء الخبراء في ميادين البحث والابتكار بهدف خلق منظومة فعالة متكاملة ومتجانسة تعمل على تحسين تنافسية المؤسسات الاقتصادية لا سيما الصناعية منها، وإعطاء دفع قوي للمؤسسات المبتكرة كأطيرة للتنمية الاقتصادية في الجزائر لولوج الأسواق الوطنية ولما لا الأسواق الدولية. مشروعنا احنا مجموعة من الباحثين بين شباب طلبة وأساتذة باحثين مبتكرين، فكرنا في استغلال الآبار المالحة اللي راهي تحفر فيها الدولة للفلاحين واللي هما لقوها مالحة وما قدروش يستغلوا المياه تاعها، ففكرنا في نظام تقطير بتكلفة طاقوية قريبة من الصفر، معناها لا يكلف شيء. خير مخترع جزائري حائز على براءة الاختراع لجهاز الاستئصال بالمنظار في 4 تخصصات في الجراحة. يعني هذا الجهاز حصلت على براءة اختراع من المعهد الوطني للملكية الصناعية بالجزائر العاصمة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف سويسرية. Donc voilà, on va vous présenter un dispositif de production autosustante de l'électricité. C'est-à-dire que c'est un dispositif اللي يمد لنا الطاقة الكهربائية بدون شحن. هذه هي واش معناتها une production autosustante de manière autonome. وكالة إشهارية خدمة تاعنا تتمثل في أننا نخدموا لي بانو بيبليسيتي وطباعة ولي ترافو تو لي ترافو نتاع. إميدي منال، إميري جريمة، مهندسة دولة في تكنولوجية المصانع الغذائية، متخرجة من المدرسة الوطنية العليا للفلاحة وحاملة مشروع مبتكر ديبلي. قمنا بتصنيع واستخلاص مادة أولية من خلال بذور الخروب اللي راهو ثاني صادرات الجزائر بعد المحروقات. هذه المادة الأولية نقوم ببيعها للمصانع اللي تستخدم كبديل للنشاء المصنع لي زاميدو موديفي لي زيبيسيسون اي اوسي لي جيليفيون اي لي كونسيرفاتور. الصالون طبعة 12 للصالون الوطني للابتكار يشارك قطاع التكوين وتعليم المهنيين لولاية خنشلة في هذا الصالون من خلال نماذج عينات جبناها باش يعني تكون حاضرة معنا، هي نماذج تخص خاصة مجال البيئة وين شفنا أفكار يعني في المستوى، وهي حاليا محل تجسيد في المراحل الأولى بالتنسيق مع دار المرافقة وكذلك مع مختلف أجهزة الدعم. المشاركة اليوم في اليوم الوطني للمقاولاتية والابتكار هو دور الوكالة الوطنية الذي يبدأ بمرافقة الشباب خريجي الجامعات وخريجي معاهد التكوين والمراكز التكوين في إطار البحث عن العمل وفي إطار تنمية القدرات الشخصية وفي إطار البحث عن الكفاءات المهنية التي يمكن من خلالها خلق مؤسسات ومؤسسات صغرى، خاصة في ظل المنظومة التشريعية الجديدة التي تشجع على إنشاء مؤسسات مصغرة ومؤسسات ناشئة في هذا الميدان من أجل البحث عن العمل مربح ومنشئ للثروة ومساعد الاقتصاد الوطني. أولا نهنئ ولاية خنشلة على تنظيم هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة حول موضوع الابتكار، وإنها لبنة جديدة في بناء التنمية المحلية على مستوى هذه الولاية، وهذا دليل وتثمين للجهود مبذولة من طرف السلطات المحلية على مستوى هذه الولاية، وكذا مراكز الدعم والمرافقة الموجودة على مستوى تراب هذه الولاية، إلى جانب الجامعة أو القطب الجامعي الهام التي تميز بهذه الولاية متعدد تخصصات. كقطاع وزاري ممثل في وزارة الصناعة، السيد الوزير أعطى الرعاية السامية لهذه التظاهرة كرمز أو دعم مباشر وفعال لتنظيم هذه الطبعة أي الطبعة 12، ونأمل أن يكون الصالون عبارة عن فضاء حقيقي لمختلف لالتقاء مختلف التجارب أو المشاريع الابتكارية المقدمة، إضافة إلى الهيئات الموجودة
على مستوى هذه الصالون من أجل مرافقة أصحاب المشاريع، من أجل تجسيد المشاريع تاعهم. كما يخفى ما يخفاش عليكم أن قد يكون مشروع ابتكاري، ولكن في نهاية المطاف أن المشروع لا يتحقق على أرض الواقع، وهذه في بعض الأحيان أولا بالنسبة لصاحب المشروع شيء جميل من خلال المبادرة، لكن المبادرة وحدها ما تكفيش، يجب أن تثمن هذه المبادرة وتترجم على أرض الواقع. من أجل ذلك نحن موجودون كسلطات عمومية من أجل مرافقة هذا الحدث. لا يخفى عليكم أيضا أن برنامج السيد رئيس الجمهورية القاضي أو الخاص بإنشاء مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة يندرج في هذا الإطار، ومن أجل ذلك يجب كل في مجاله وتخصصه أن يعمل من أجل تحقيق هذا المسعى الاقتصادي. لقاء هذا السنة أو صالون هذا السنة يتميز بعدة ميزات خاصة. أولا احتضانه على مستوى ولاية خنشلة، الولاية المجاهدة اللي ساهمت في تحرير أيضا الاستقلال الوطني، وبالتالي فأصلا اليوم يعتبر لبنة أولى من أجل دعم الابتكار، دعم الاقتصاد الوطني من خلال مؤسسة مبتكرة ومشروع مبتكر. الصالون أيضا يتزامن مع التعليمة التي أصدرها سيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تعليمة 1775، والتي تدعم المقاولاتية إنشاء مؤسسات صغيرة على مستوى الجامعة ودعم الابتكار والاختراع على مستوى الجامعة. الصالون اليوم لاحظنا أنه فيه العديد من أصحاب المشاريع يمثلون أكثر من 12 ولاية، وهو فضاء للتعاون للتعارف لتبادل الأفكار الخبرات، ويسمح أيضا بالوقوف أمام كل الابتكارات المشاريع الابتكارية الموجودة على المستوى الوطني.